أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن مقابل نقود محرمة؟ وهل الذين يسجلون الشرائط ويبيعونها هل عليهم ذنب في بيعها؟ وهل على الذين يستأجرون القارئ للاستماع إليه ذنب؟ وكذلك الذين يشترون تلك الأشرطة، أفيدونا عذابكم الله. قراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتخذ تلاوة القرآن من أجل المال الدنيوي، لأن التلاوة عبادة، والعبادات لا يجوز أن تعمل من أجل طمع الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه، هذا يجوز عند بعض العلماء للحاجة، لأنه لا يمكنه أن يتفرغ تدريس القرآن إلا بأن يأخذ شيئا ينفق على نفسه وعلى من يمون، فأخذه لأجل تدريس القرآن لا بأس. كذلك أخذه من أجل الرقية، كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم من الحي الذي رقوا سيدهم، أخذوا منهم قطيعا من الغنم اشتراط، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ المال من أجل تعليم القرآن أو من أجل الرقية لا بأس به لمن هو أهل لذلك. وأما أخذ القرآن على مجرد التلاوة، هذا لا يجوز، لأن التلاوة عبادة. نعم. أخذ النقود يعني. أخذ المال عموما. نعم. يقول: الذين يستأجرون القارئ الاستماع إليه هل عليهم ذنب؟ ضمن سؤال. ذكرنا هذا، قلنا أخذ القرآن من أجل التلاوة فقط هذا لا يجوز، لأن التلاوة عبادة، لا يجوز أخذ العوض عنه إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.